الأوت زومبيك، خليط بسيط من الشوفان والماء وعصير الليمون ورشة من القرفة، اكتسب شعبية عالمية في وقت قصير على تيك توك. أوت زومبيك اسم يتكون من نصفين، أوت وهو الشوفان طبعا، وزومبيك إشارة إلى إبرة التنحيف الأوزومبيك. المشروب يسوق نفسه على أنه بديل غير مكلف لحقن التنحيف ودون أثار جانبية. البعض يدعي أنه يساعد على خسارة 20 كيلوغراما في شهرين عن طريق إبطاء معدل الهضم وتقليل الشهية. أما وجهة النظر الطبية فترفض أي طعام أو مشروب معجزة يمكن أن يساعد على التخلص من الوزن بطريقة سحرية، وتصر على النصيحة التقليدية: نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة. وفي حالة المشروب فالشوفان الممزوج بالماء وعصير الليمون ليس وجبة متوازنة، وقد يؤدي مع أكلات أخرى إلى استعادة الوزن مرة جديدة. عموما بعض المستخدمين طرحوا نظرية تقول إن فكرة أوت زومبيك ربما مجرد حملة دعائية ذكية لشركة أمريكية شهيرة متخصصة في بيع منتجات الشوفان. والله الموضوع غريب يا دكتور، يعني انت تشوف هل بالفعل نجحت هذه الخلطة وهي تعويض عن هذه الإبر، ولا مجرد تسويق واستغلال لبعض شركات الشوفان؟ ايش رايك؟ يعني انت مجرد حكيت فكره انه هي فكره يعني تيك توكيه، يعني بالنهايه ايوه تيك توكي عجبك. تيك توك ما هو مصدر مصادر التشريع ولا مصادر العلم. الشخص اللي انا بستغرب صراحه، يعني انا بستغرب شلون في شخص انت ما عم تجرب على سيارتك او عم تجرب على سوري يعني على اي على موبايل، على جسمك وصحتك، انت عم تجرب على اغلى شيء بالحياه هو جسمك. فانت شلون بتروح بتجيب لي مثلا يعني هيك خلطات او هيك ادويه؟ وهالموضوع مال بعموما هالموضوع ماله اي دلاله علميه، واحنا لما بنحكي عن دلاله علميه بنحكي على شيء اسمه دراسات. حتى احنا كدكاتره بيجيبوا لنا دواء ما بنستخدم هالدواء بيكون مر على في شيء اسمه من الدراسات العشوائيه. بنعطي الدواء مثلا لمجموعات كبيره جدا من الناس، بنعطيه مثلا لالاف المرضى، وحتى هاي الدراسات في ناس بيروح بيسووا شيء على هاي الدراسات، هاي الدراسات انه حقيقيه او لها شروط متوفره ولا لا. بيجيك واحد بكل هيك والله على التيك توك بيعطيك هاي انا يا جماعه بطلوا تستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر كطبيب، لانه مصدر. هالموضوع يعني انا والله حتى بلقاءاتي الاونلاين انا اونلاين صح؟ عم يعصبني الموضوع لانه هو معقول صراحه.